الآن الأخبار الليلة من الحدث. طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة، إليكم أهم الملفاتها. نتنياهو يجزئ المقترح والسلطة الفلسطينية تهاجم خامنئي. أكراد سوريا يعززون الانفصال بانتخابات وفاوتشي يفجر قنبلة بشأن كورونا وغيرها من المواضيع في الأخبار الليلة، ولكن نبدأ بالعناوين. نتنياهو يرفض وقف نار شامل ويقسم مراحل المقترح الذي كشفه بايدن ويضع حماس والسلطة في سلة واحدة خارج غزة. في ذكرى الخميني، خامنئي يتحدث عن أولوية فلسطين والرئاسة الفلسطينية ترد، هدف تصريحاته التضحية بالدم الفلسطيني. في خاص الحدث، انتخابات في مناطق الأكراد بسوريا، وفي الأخبار الليلة نبحث تبعاتها على دمشق وأنقرة. تصريحات نارية لفاوتشي، التباعد الاجتماعي خلال كورونا لم يكن له أساس علمي. يجزئ رئيس الوزراء الإسرائيلي المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. لم تمر أيام قليلة حتى بدأ التأويل والتفسير، فيقول نتنياهو إن هناك تفاصيل في مقترح صفقة التبادل لم يكشف عنها بايدن، وأن مسألة وقف النار لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل، ولم يوافق أصلا على بند وقف النار الشامل. على كل حال يظهر الميدان ذلك، فالقصف مستمر وسقوط القتلى كذلك. فلنبدأ بآخر الأرقام في هذا العرض السريع. وفي مقابلة مع الحدث، كشف مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتي أن القطاع الصحي في غزة يشهد أزمة حقيقية مع استمرار إغلاق إسرائيل لمعبر رفح وكرم أبو سالم واستحالة إدخال المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة آلاف الجرحى والمرضى. 4 أسابيع متواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإغلاق معبر رفح بشكل كامل، وأيضا يقوم بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وبالتالي هو يمنع أكثر من 22 ألف من المرضى والجرحى من تلقي العلاج في المستشفيات الخارجية. إضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم، يمنع إدخال المستلزمات الطبية ويمنع إدخال الوقود وغاز الطهي، وأيضا والأهم من ذلك يمنع إدخال المساعدات ل 2 مليون نازح. هؤلاء يعيشون على المساعدات بشكل أساسي. للأسف الشديد هؤلاء يعيشون في حياة النزوح، ظروفا قاسية للغاية، و حتى يتعرضون للإبادة والقتل بشكل مستمر وممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى أن المستشفيات أو ما تبقى من المستشفيات تقدم الخدمة الطبية بشكل قليل جدا. لذلك نحن نعيش أزمة حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية لعشرات آلاف الجرحى والمرضى. واتهم الثوابتي إسرائيل بإعدام الجرحى والمرضى من خلال مواصلة إغلاق معبر رفح. أن استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة المسافرين المرضى والجرحى هذا يعني حكم بالإعدام على أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى السفر الآن. هؤلاء يجب أن يخرجوا من قطاع غزة الآن لكي يواصلوا عملية العلاج ولكي يتلقوا العلاج في المستشفيات الخارج، لكن للأسف الشديد إغلاق معبر رفح في وجه هؤلاء جعلنا على مدار 4 أسابيع فقدنا أكثر من 100 حالة من الجرحى وأيضا من المرضى، وخاصة مرضى السرطان وخاصة الأطفال الذين هم بحاجة إلى السفر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع من سفر هؤلاء جميعا من معبر رفح.
ومن دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا الآن مراسل حدث أسامة الكحلوت. مساء الخير لك أسامة، نتابع معك التطورات الميدانية الأخيرة حيث أنت موجود وفي القطاع بشكل عام، تفضل. نعم، خلال الثلاث ساعات الماضية ضربات إسرائيلية عنيفة جدا على مناطق متفرقة في المنطقة الوسطى هنا، سواء كان في منطقة مخيم البريج أو منطقة مخيم النصرات. في منطقة مخيم النصرات في المنطقة الشمالية في المنطقة الوسطى، الزوارق الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق النار على كل ما يتحرك في المنطقة الغربية لمخيم النصرات، يعني ضربات متواصلة لم تتوقف على مدار ساعات حتى هذه اللحظة، بالإضافة لقصف المدفعية الإسرائيلية كل محيط مدينة الأسرى، وهذه المدينة في المنطقة الشمالية الساحلية لمخيم النصرات، بالإضافة لقصف المدفعية الإسرائيلية المنطقة الشمالية أيضا المحاذية للنقطة الأمنية المقامة على شارع هارون رشيد غرب مدينة غزة. كل المنطقة الشمالية شمال مخيم النصرات وتحديدا المخيم الجديد يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل حتى هذه اللحظة. نتحدث أيضا عن قصف إسرائيلي عنيف جدا على منطقة مخيم البريج منذ ساعات عصر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. الجيش الإسرائيلي قصف ودمر 4 أبراج سكنية تم إخلاءها وبلغ سكانها بالإخلاء والخروج من المربعات السكنية المحيطة في هذه الأبراج، وتم تدمير 4 أبراج حتى هذه اللحظة في منطقة مخيم البريج، وهذا يعني ليس بالشيء السهل، لأن هذا الأمر قد ينذر بأن الجيش قد يتوغل في أي لحظة في المنطقة الشرقية لمخيم البريج. نتحدث هنا على استمرار الضربات الإسرائيلية أيضا في منطقة دوار العودة في منطقة وسط مدينة رفح في ظل انتشال 10 جثامين لضحايا في المنطقة الشرقية والمحيطة بمستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. نتحدث بحسب مصادر طبية قالت أنه تم انتشال 43 ضحية منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة، 10 منهم في رفح و10 منهم 10 ضحايا في استهداف منزلين في مدينة خان يونس و15 في المنطقة الوسطى باستهداف منزلين في مخيمي البريج والنصرات والبقية في منطقة مدينة غزة. اليوم أيضا فجر هذا اليوم تم استهداف أحد الصيادين من العائلات النازحة في مناطق شمال قطاع غزة إلى منطقة دير البلح، وخلال ممارسة لمهنة الصيد في بحر دير البلح تم استهداف وسقط ضحية، ومعنا هنا إسماعيل أبو جياب أحد الصيادين الذين كان اليوم في عرض البحر وشاهد عملية إطلاق النار على الصياد، وكان من ضمن الناجين من هذه الضربات الإسرائيلية المتواصلة على الصيادين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لو تحدثنا عن واقع الصيادين وما جرى اليوم في عرض بحر دير البلح لك وللصيادين معك. تم اليوم استشهاد الصياد على بعد تقريبا 100 متر من الشاطئ، تم الدخول بحسكة مجداف صغيرة داخل البحر على بعد 100 متر، تم استهدافها بشكل مباشر من قبل الزوارق الاحتلال، والصياد هذا الضحية يعني يأتي في عدد الأرقام التي تحدث عنها تقريبا 100 صياد منذ العدوان لحتى هذه اللحظة. تم إطلاق النار مباشر عليكم؟ بشكل مباشر بتم إطلاق النار على مراكب المراكب الصغيرة المجداف التي تبعد عن الشط تقريبا بس 100 متر فقط لا غير. بعدين للعلم الصياد هذا طبعا نازح من الشمال، هو وأسرته وأهله قاعد في المدرسة في مخيمات النزوح، اشترى مركب صغير عشان يعين أسرته في ظل الحصار وفي ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة. تم الدخول اليوم إلى البحر لتوفير لقمة العيش البسيطة، نقدر نقول البسيطة، تم استهدافه بشكل مباشر من قبل زوارق الاحتلال وتم ارتقاءه صباح هذا اليوم. بعد 7 أكتوبر كيف تمارسوا مهنتكم، بشكل طبيعي أم توقفت؟ توقف بشكل تام من 7 أكتوبر لحتى هذه اللحظة تم توقف عمل الصيادين بشكل كامل على مستوى قطاع غزة في ظل خراب المراكب وحرق السفن الانشات ومراكب الصيد والمعدات بشكل كامل. يعني الصياد كان اليوم المفروض يكون في البحر في موسم الصيد، لازم يكون سلح في البحر، اليوم في ظل العدوان هذا تم حرق جميع المراكب، آلاف المراكب تم حرقها على مستوى قطاع غزة في ظل مثلا في دير البلح تم يعني 10 بعض المراكب الصغيرة التي تم إخفائها داخل الشط، يعني كانوا الصيادين يفحروا الرمل يدفنوا المراكب خوفا من حرق المراكب. تقوم زوارق الاحتلال بشكل يومي في حرق المراكب، مراكب الصيادين داخل الميناء وخارج الميناء، بعدين مراكب صغيرة يعني هذه يعني دوبها بتخش 100 متر 200 متر فقط لا غير، يعني حتى الواحد يقدر يوفر لقمة عيش. يعني الواحد الصيد اليوم بصرح اليوم من الصبح للظهر يا دوب حصل 100 شيكل، اليوم 100 شيكل بتجيبش حق سيجارة، حق سيجارة اليوم بتجيبش 100 شيكل في غزة في ظل غلاء الأسعار الفاحش. يعني الواحد بعرض حاله للموت كل يوم في ظل هالعدوان الغاشم على قطاع غزة وعلى الصيادين. كيف يعيش الصياد حياته الآن في ظل حالة الحرب ووقف العمل في البحر؟ الصياد اليوم الحكم عليه بالإعدام، اليوم الصياد بموت 100 بوتة، اليوم الحكم عليه بالموت البطيء،
في ظل عدم وجود المراكب. اليوم الصياد بيقدر يوفر لقمة عيش لأولاده لأسرته، أقل صياد اليوم بيشيل أسرة من 10 نفر إلى 15 نفر. طبعا كل مركب نصر احنا كنا عليه كان يعيل 4-5 أسر، اليوم المراكب كلها انحرقت، ما ظلش عندنا أي مصدر دخل كامل في ظل الهجمة الشرسة على الصيادين. الحمد لله على السلامة. نعم يعني نعم كما سمعتي هذا هو واقع الصيادين، الطرادات الإسرائيلية والزوارق تستهدف أي صياد يحاول الدخول إلى شاطئ البحر، ولا حتى ولو كان على مسافات قريبة من شاطئ البحر يتم استهدافهم، تم تدمير عدد كبير من الزوارق. نعم. أو عدد كبير من القوارب الموجودة في ميناء دير بلح وميناء غزة، وبالتالي 5000 صياد الآن بلا مصدر دخل سواء كان في منطقة دير بلح أو في مدينة غزة. شكرا جزيلا لك أسامة كحلوت مراسل الحدث من منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. في تفاصيل تصريحات نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه من الممكن وقف القتال وليس الحرب، وإذا كان ذلك سيتيح إعادة المحتجزين. وأضاف خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستكون منفصلة وسيتم بحث بقية المراحل، وأن مسألة وقف إطلاق النار لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل. وقال نتنياهو إنه لم يوافق على بند الوقف الشامل لإطلاق النار في الصيغة المقترحة، مضيفا أن حماس أو السلطة الفلسطينية لن يحكم غزة في المستقبل على حد قوله. وعلى صعيد آخر قال نتنياهو إن إيران ووكلاءها يريدون رؤية إسرائيل تستسلم، وهو ما لن يحدث بحسب تعبيره. אנחנו פועלים באינספור דרכים כדי להחזיר את החטופים שלנו. نحن نعمل بطرق لا حصر لها لإعادة المختطفين، أفكر بهم طوال الوقت من أجل عائلاتهم ومعاناتهم، ولهذا السبب قطعنا شوطا طويلا من أجل إعادتهم، ولكن في سياق هذا العمل حافظنا على أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس. نحن نصر على أن نكمل ذلك، إنه جزء من الخطوط العريضة، وهو ليس شيئا أضيفه الآن، ليس لأنني تعرضت للضغوط، إنما هو اتفاق أجمعنا عليه في حكومة الحرب. خلال كلمة له في مؤتمر صحفي مع نظيره الأسباني، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه من الصعب إعادة فتح معبر رفح دون وجود إدارة فلسطينية على الجانب المقابل، وأن مصر ترفض أي وجود إسرائيلي على المعبر، مشددا على أن فوضى حرب غزة تدفع مصر للاحتكام للقوة. موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج، بقية المعابر الإسرائيلية مغلقة أمام الفلسطينيين، وحركة الفلسطينيين لاحتياجهم للعلاج للتعليم دائما تقليديا كانت من خلال مصر، ويصعب أن يستمر المعبر في العمل دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني. شكري يعتبر أن التصريحات المبدئية لحركة حماس تشير إلى أنها تلقت بشكل إيجابي المقترح الحالي لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. التصريحات المبدئية لحماس أنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، وننتظر الآن الرد من قبل إسرائيل، ونستمر في التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كان الولايات المتحدة أو قطر أو شركائنا الأوروبيين وغيرهم للقيام بالدور لتحفيز الطرفين على قبول هذه الخطة. بالتأكيد أنه استمرار الحرب أصبح أمر مرفوض للآثار البالغة. معنا الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح في هذه المقابلة ضمن الأخبار الليلة. مساء الخير لك دكتور، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. أريد أن أبدأ من تصريحات نتنياهو قبل التطرق إلى التطورات الأخرى. اليوم نتنياهو لم يتحدث فقط عن المقترح الذي طرحه بايدن، ولم يتحدث فقط على موضوع الهدنة أو وقف إطلاق النار، بل أيضا تحدث عن السلطة الفلسطينية وقال أنه لن يكون هناك قبول لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية أن يحكم غزة في المستقبل. لماذا وضع السلطة الفلسطينية في هذه التصريحات، وكيف ترون هكذا تصريح الآن؟ الاستعداء الأساسي من جانب نتنياهو هو لحق الشعب الفلسطيني بصفة عامة
في ممارسة حقه بتقرير المصير. تحت هذا العنوان يأتي رفض نتنياهو للسلطة الوطنية الفلسطينية أو فتح، أو كما يحلو له أن يسميها فتحستان أو حماسستان. وإذا بتسمحي لي أتوقف عند هذا التعبير، لماذا لا يقول فتح وحماس؟ ولماذا يضيف مسألة التان؟ ليش فتحستان وليش حماستان؟ تان شو؟ تان يعني باكستان، أفغانستان، تركمانستان، طاجكستان، يعني إضافة هذا البعد الإسلامي للإسم الفلسطيني، لأن نتنياهو يخاطب الغرب في هذا الكلام ويقول لهم أن هذه المواجهة بين الصهيونية والمسيحانية من ناحية والمسلمين من ناحية أخرى. لذلك اختار نتنياهو طوال السنين أن تكون حماس بالنسبة له هي وجه الشعب الفلسطيني والاسم الآخر لفلسطين في العالم، لكي يسهل عليه مواجهة خصم معزول عالميا يثير في الغرب مخاوف صليبية المنبع. استعداء نتنياهو للسلطة الوطنية ولفتح هو في إطار استعداء اليمين الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره في إطار سيادي مرفوض في اليمين الإسرائيلي. طيب، بظل هذا الرفض دكتور جمال، ما هي الخيارات الأخرى المتبقية بالنسبة لسيما الآن إلى الوصول إلى على الأقل وقف الإطلاق النار بقطاع غزة؟ بالنسبة لنتنياهو على فكرة هذا شخص مقزز، وهو ومن حوله مجموعة من الأشخاص الزعران بتفكير مقرف ومثير للإشمئزاز وخطير في العالم. هؤلاء يعتقدون أنهم مستعمرو العالم وأسياده. الخيارات الأخرى مش على خاطره. أنا وراي كتاب لتاريخ فلسطين للأستاذ رشيد الخالدي، فيه 100 عام من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إحنا بنقاتل من 100 سنة، وهذه هذا الماراثون النضالي إحنا بنقول لنتنياهو مش على كيفك، لأنه نتنياهو ليس الفرعون وليس مخلدا. نتنياهو سيزول سياسيا، لكن الآن على كل الذين راهنوا على نتنياهو وتحالفوا معه منذ عام 96 حتى الآن أن يعضوا أصابعهم ندما أنهم سيدوه استراتيجيا في المشهد الإسرائيلي، وأقصد بذلك حماس التي راهنت عليه وشاركته واستفادت منه وتغذت منه واحتمت به وتمولت بأمواله، الآن تعض أصابعها أنها استنجدت بنتنياهو عقودا من الزمن جرت الوبال. طيب، حضرتك يعني تضع حماس بنفس المكان مع نتنياهو، بوقت أنه اليوم حماس تقول أنه هي فعلت ما لم تفعله السلطة الفلسطينية بالسنوات الماضية، وهو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة. هذا التصريح كيف تقرؤونه؟ أولا، إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بثمن جينوسايد غير مسبوق عالميا بضاعة خاسرة. أنا باستطاعتي أن أضع صورتي في الجورنال في الصفحة الأولى، إذا نطيت أمام سيارة وقتلت في حادث سير سأكون على الصفحة الأولى وأعود إلى الواجهة، لكن ليس بهذه الطريقة يعود الشعب الفلسطيني إلى الواجهة. أبو عمار وأبو مازن أعادوا فلسطين إلى الخارطة بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية التي يحاربها نتنياهو حتى اليوم. السلطة الوطنية التي نظر نتنياهو وكرس سيرته السياسية منذ عام 91 حتى الآن لمحاربة وجودها وإفشالها. ماذا فعلت حركة حماس للشعب الفلسطيني؟ أعلنت حركة فتح في بيان قبل 3 شهور أن هذا العمل تسبب بوقوع غزة تحت الاحتلال. فتح أقامت مطار في غزة، معابر مفتوحة 24 ساعة، نهضة حقيقية وأفق. المشكلة أن إسرائيل لا تريد ذلك. إسرائيل لا تريد سلام مع الشعب الفلسطيني ولا تريد استقرار للشعب الفلسطيني، ورشحت حماس لتكون الجهة التي تخرب مسيرتنا باتجاه الاستقلال، لأن حماس ليست معنية بدولة فلسطينية، وهي الآن فاقدت زمام المبادرة بشكل كلي. على فكرة حماس كان لها زمام المبادرة 24 ساعة يوم 7 أكتوبر، 8 أكتوبر فقدت حماس زمام المبادرة وانتهت المياه والكهرباء والصرف الصحي من غزة بشكل كامل. حتى اليوم زمام المبادرة عند إسرائيل، وإسرائيل مصرة على إطالة أمد الحرب لأنها مستفيدة. لو هي متضررة تكبس على زر وتوقفها. بموضوع يعني القطاع ككل دكتور جمال، نريد أن نتوقف عند موضوع معبر رفح تحديدا والمفاوضات التي تحصل الآن. فعليا بالنسبة لكم، بالنسبة للسلطة الفلسطينية، هل يمكن أن تعودوا إلى معبر رفح؟ نتحدث هنا عن مدنيين، لا نتحدث عن وجود عسكري، ولكن إذا ما طلب منكم إرسال مدنيين، هل هذا مطروح؟
أولا أنت بتسأليني كفتح. فتح ليس لها مكان في معبر رفح، فتح ليست دولة وليست حكومة. السلطة الوطنية والرئيس الفلسطيني هو أعلى سلطة تنفيذية في فلسطين بموجب القانون الأساسي، وتخضع لسلطته المعابر ومنها معبر رفح. حماس استولت على المعبر في عام 2007 بقوة السلاح مما أدى لإغلاقه. نعم السلطة الوطنية صاحبة الحق في أن تتواجد في معبر رفح وكل المعابر، كما كانت السلطة الوطنية موجودة في معبر الكرامة سعيا منها إلى استلامه بشكل كامل لو مشت الأمور كما نتمنى. ليس لأحد الحق في التواجد بهذا المكان إلا السلطة الوطنية، إلا أن إسرائيل عرضت على السلطة الوطنية أن تسلم أشخاص ينوبون عنها وبدون علم فلسطيني، فرفضت السلطة الوطنية هذا العرض لأننا لا نتواجد بمكان بدون علم فلسطيني ولا نتعامل مع الوطن كرقع شطرنج معزول بعضها عن بعضه الآخر. نريد انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة يسبقه وقف إطلاق النار، وأن تكف إسرائيل يدها أيضا عن الضفة الغربية بما فيها القدس. المشكلة أيضا في الضفة الغربية متفاقمة. طيب دكتور جمال، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أريد أن أناقش معك أيضا تصريحات إيرانية تطرقنا إليها اليوم. نذهب إلى هذه التصريحات. فردا على كلام المرشد الإيراني علي خامنئي في أن المنطقة كانت بحاجة إلى عمليات 7 أكتوبر، قالت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ 100 عام ولا يحتاج حروبا لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال، مضيفة أن تصريحات خامنئي تهدف إلى التضحية بدم الفلسطيني وتدبير الأرض ولن تؤدي إلى قيام دولة مستقلة إلا عاصمتها القدس الشرقية. وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد قال إن المنطقة كانت بحاجة لهجوم 7 أكتوبر كان ضربة قاضية لإسرائيل على حد قوله، معتبرا أن المنطقة كانت بحاجة إلى هذا الهجوم وأن الفلسطينيين حاصروا إسرائيل في الزاوية كما قال. وأضاف المرشد الإيراني أن الجيش الإسرائيلي انهزم أمام مقاتلي حماس وحزب الله، وأن الهجوم الذي تشنه إسرائيل هو رد فعل عصبي على إبطال خطته كما قال، مضيفا أن 40,000 فلسطيني قتلوا في غزة وتلك هي الكلفة التي يدفعها الفلسطينيون لتحرير أرضهم بحسب تعبيره. در قضیه فلسطین امام با این نگاه با این دید وارد قضايا شدند. اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود، دل نبندند، امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند. معنا أيضا للتعليق على هذا الموضوع من جديد الدكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح. دكتور جمال، تصريحات المرشد الإيراني أين تضعونها؟ تبعنا رد الرئاسة أكيد الفلسطينية، ولكن مع حضرتك أفصل هكذا تصريحات، خاصة عندما تم الحديث أنه اليوم ما يحصل مع الفلسطينيين هو الإفشال مخطط للغرب بالمنطقة مش بس يعني بفلسطين. هو يقول المنطقة كانت بحاجة لشيء مثل 7 أكتوبر. هو لا يقصد المنطقة، هو يقصد إيران. إيران في رأيه كانت تحتاج إلى 7 أكتوبر الذي أدى إلى ما أدى إليه. ليه؟ لأنه يعرف أن إسرائيل كانت ستنشغل بإيران لو لم تنشغل بالفلسطينيين، فهو يتترس بالفلسطينيين والعرب بوجه عام ضد السهام الإسرائيلية الافتراضية كي يحتمي بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية وقودا للمدافع الإسرائيلية ويصد بها البلاء عن نفسه. نعم. وإيران يعني هو مصلحة إيرانية بحتة برأيك 7 أكتوبر دكتور؟ نعم. جمال، هذا هو المفهوم الفقهي والسياسي واللغوي لكلمة التترس، أي اتخاذ الشعب الفلسطيني درعا يقي إيران من الشرور الإسرائيلية. نحن نعرف أن إسرائيل تتربص بإيران وأن مصدر العدوان باتجاه إيران هو أحادي الجانب إسرائيلي، ولكن إيران تستخدم أدوات فلسطينية منها حماس والجهاد الإسلامي في السياق الفلسطيني لكي تشاغل بها إسرائيل، وعندما تريد إيران أن تؤذي إسرائيل تستخدم أيدي فلسطينية لكي تشغل إسرائيل عن نفسها بنا.
علما بأننا نستطيع أن نحقق أهدافنا دون تدخلات أجنبية. وهو سماحته أو فخامته اللي يقول إن المنطقة كانت بحاجة إلى 7 أكتوبر، أنا لا أعتقد أن 40,000 أسرة فلسطينية كانت بحاجة لتفقد أبنائها، ولا أعتقد بأن النساء الفلسطينيات في غزة كانت تحتاج إلى أن يحل بها محل وهو يعرف بعضه، ولا أعتقد أن 250,000 عامل فلسطيني طردوا من إسرائيل كانوا بحاجة لسبعة أكتوبر أو ما يشبهه. الشعب الفلسطيني في فلسطين لا يحتاج أن يحصل له هذا، ونحن قد مررنا بمحطات من الوقت كانت فيه الدولة الفلسطينية بمتناول اليد حقيقة. الرئيس أبو مازن وأولمرت اتفقوا على كل شيء، لكن عناصر داخلية في إسرائيل أحبطت ذلك. نعم. أبو عمار وبراك اتفقوا على 90-95% وأحبط ذلك. أقصد إلى القول بأن بمستطاعنا أن نصل إلى أهدافنا بكل الوسائل التي استخدمتها فتح. نعم. دون أي استثناء، لكن ليس بهذه الكلفة التي تهدد بإزاحة الشعب الفلسطيني عن رقعة البقاء حق وحقيقة. طيب بس دكتور جمال، تصريحات المرشد ماذا تقول عن حماس فعليا؟ يعني حماس تقول دائما إنها حركة مقاومة، إنه ما تفعله هو بإطار تحرير الأرض، بإطار دحر الاحتلال، وبإطار بطبيعة الحال تخلص من إسرائيل. بس بنفس الوقت اليوم تصريحات المرشد، أين وضعت حماس بهذه الحالة عندما هو يوسع الموضوع يتحدث عن المنطقة ولا يتحدث فعليا عن الشعب الفلسطيني ووضعه الآن؟ إيران ترى في حماس أداة، وحماس تقبل أن يكون لها هذا الدور الوظيفي كمانع معطل لإقامة الدولة الفلسطينية. إيران تخاف من السلام العربي الإسرائيلي، وتخاف من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة تنهي الصراع العربي الإسرائيلي بطريقة قد تجعل من إيران حسب مخاوفها هدفا إسرائيليا قادما. نحن ضد إسرائيل في أي مواجهة ضد إيران، نحن ضد أي عدوان إسرائيلي على إيران، وضد أي توجه من إيران لاستخدامنا كحطب ووقود تتدفأ به. ونحن لا نريد أن نتدفأ بإيران، البردان لا يتدفأ بالضربان، هذا خذيه مثل مني في 2024. حماس قبلت أن تكون وسيلة لنتنياهو، وهو قالها باجتماع للليكود، قال إنني أمول حماس لأنني أريد أن أعطل قيام دولة فلسطينية. أنا مضطر لرفع منسوب الصراحة هذا اليوم، مع أنني مؤمن بضرورة التخاطب الودي مع حماس، وبضرورة الوحدة الوطنية مع حماس، وبضرورة الوفاق الوطني مع حماس، وبضرورة العثور على صيغة وطنية مشتركة مع حماس، وبأن لا تتبخر حماس ولا تذوب في الماء كالملح، ولكنها تشغل نفسها أداة مطواعة في يد إيران ضد مصلحة الشعب الفلسطيني. ولنقل أن يعني هناك في الشعب الفلسطيني، حماس فقدت المبادرة يوم 8 أكتوبر منذ أن بدأ الهجوم الإسرائيلي، وفي 27 أكتوبر بدأ الهجوم البري الإسرائيلي. في هذا التاريخ قالت إيران إن هدف ما يسمى طوفان الأقصى هو الثأر لقاسم سليماني، فلماذا تجعل حماس من نفسها في خدمة هدف لدولة أجنبية دون أن تأتي إلى مربع الوحدة الوطنية مع حركة فتح والشراكة الوطنية؟ طيب. تقول إسرائيل إنها تضل. بس هذه التصريحات إلى أي مدى فعلا توحي بأنه الأمور قد تذهب إلى شراكة وطنية بين حماس وفتح؟ يعني هل فعليا اليوم التصريح الإيراني يعطي أجوبة كثيرة كذلك حول مستقبل العلاقات الفلسطينية الفلسطينية؟ هذا تدخل. أولا هذا التدخل هو قال إنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا، هذا تدخل. يعني شو لا يمكن حلا سلميا؟ هي الكفاح المسلح اللي استخدمته فتح 50 سنة، شو هدفه؟ هل هدفه إزالة وجود إسرائيل؟ هل استطاع أي فريق فلسطيني من داخل فلسطين أن يجابه إسرائيل بطريقة تلغي وجودها؟ هذا لم يكن لا ممكنا ولم يكن هدفا. الهدف كان تحرير فلسطين والاستقلال الفلسطيني بدولة مستقلة عن طريق جلب طرفين إلى طاولة مفاوضات يتفق كلاهما على حل وسط
دولة فلسطينية في حدود 67 وإسرائيل تعيش بطريقتها وظروفها. إن كان الخيار العسكري حل فلماذا لم تستطع إسرائيل حتى اليوم أن تجد حلاً أمنياً لمشكلة سياسية؟ لا أحد أقوى عسكرياً في المنطقة من إسرائيل، وهي تصارع الشعب الفلسطيني منذ 100 عام دون أن تصل إسرائيل بقوتها العسكرية المعروفة إلى حسم عسكري ضد الفلسطينيين. لماذا؟ لأن هذا النزاع لا يحل حصراً بوسائل عسكرية، هذا النزاع يحل من خلال دفش إسرائيل إلى المربع الذي تضطر فيه إلى الجلوس معنا والاتفاق على حل وسط، حل سلمي أساسه الاستقلال الفلسطيني. وهي حماس بعد 8 شهور من الحرب مستعدة لتقبل أي شيء مقابل وقف إطلاق النار، وإسرائيل ترفض. خليكي معنا بس نص دقيقة أختي. فضل دكتور. إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار يا أمة العرب، لأنها تعتقد أن لأن نتنياهو يعتقد أن كل يوم يمضي هو مربح لإسرائيل. لو إسرائيل ترى أن هذه الحرب مخسر بإمكانها أن تكبس على زر وتوقفها، لكن إسرائيل لا تريد أن توقف هذه الحرب لأنها تحب هذه الحرب، ولأنها تعشق استمرارها، ولأن الطرف الذي بادر إليها يصلي لله 5 مرات في اليوم أن تنتهي، وليس لها أن تنتهي لأن الطرف المستفيد منها لا يريد إنهاءها إسرائيل. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح على وجودك معنا هذا المساء في الأخبار الليلة. هذا وكان أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش للحدث أنه ليس من حق إيران تقييم ما حدث في 7 أكتوبر، مضيفا أن من له حق التقييم هو من يدفع ثمن هذه الحرب. أولا من حيث المبدأ من له الحق في أن يقيم الحرب التي تجري في قطاع غزة أو العدوان الذي يقع في قطاع غزة سلبا أو إيجابا هو من يدفع ثمنه، والذي يدفع ثمن هذا العدوان هو الشعب الفلسطيني. نحن دفعنا أثمانا باهظة من دماء أبنائنا وبناتنا وأطفالنا ورجالنا ومن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وبالتالي ليس من حق أحد أن يأتي من وراء الحدود ليعطي تقييمات أو يعطي نصائح. مستشار الرئيس الفلسطيني أضاف أن إيران والإخوان يريدان تحويل الفلسطينيين لوقود لمصلحتهما. دعنا نتكلم بشكل واضح، إيران والإخوان المسلمين هما الجهتان اللتان تريدان للشعب الفلسطيني أن يتحول فقط إلى مجرد وقود لمصالح هاتين الجهتين. نحن لا نريد ذلك، ولذلك يجب أن ننطلق من مصالحنا نحن. في الموازاة، وخلال زيارته لبيروت، أعلن القائم بعمل وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مؤتمر صحفي عن دعم بلاده لما أسماها المقاومة، معتبرا أن زيارته للبنان كأول وجهة خارجية له تعبر عن ذلك، في رد على سؤال لمراسلة الحدث. لبنان مهد مقاومة است، لأن لبنان هو مهد المقاومة ومهد الصمود ضد الكيان الإسرائيلي، وكذلك لأن العلاقة بين إيران ولبنان ليست علاقة بين دولتين فحسب، بل علاقة بين شعبين تربطهما علاقات قديمة شاملة في مختلف المجالات. ولذلك إن اختيار لبنان كأول وجهة خارجية لي بعد تولي هذا المنصب يدل على الإرادة والعزيمة الإيرانية الراسخة والثابتة والقوية في دعم صمود ومقاومة الشعوب ضد الاحتلال. ونفتح نقاشا في هذه التصريحات إلى جانب تصريحات المرشد الإيراني مع ضيفينا لهذا المساء من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، ومن لندن رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية الدكتور علي نوري زادة. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. دكتور محمد، سأبدأ مع حضرتك من الرد الفلسطيني الذي أتى على تصريحات المرشد الإيراني، سواء الرئيس الفلسطيني أو حتى فتح معنا قبل قليل يقولون أنه الشعب الفلسطيني لا يحتاج أن يحصل له هذا، وأنه اليوم هذه التصريحات الإيرانية يعني تريد تحويل الفلسطينيين لوقود لمصلحة إيران. اليوم فعليا كيف يمكن تفسير هكذا تصريحات بوقت حساس جدا للفلسطينيين وبوقت هم الذين يموتون تحت النيران؟
تحية لك وإلى ضيفك والمشاهدين. أنا أعتقد بأن مثل هذا الرد الذي كان من فتح أو المتحدث باسم فتح أو غير ذلك من الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية في رام الله، أنا أعتقد بأن هذا لن يضع اليد على الجرح. مسألة الصراع مع إسرائيل مسألة تنعكس على كل الدول العربية وانعكست على الدول العربية وعلى كل دول المنطقة، وبالتالي هذا الكيان الموجود الآن، كيان الاحتلال الموجود في فلسطين، هو الآن 75 سنة عمره، 75 سنة فيه الكثير من محطات الدم والقتال والإرهاب والإرهاب الدولة حتى وصل إلى محكمة العدل الدولية. وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني شيء مستغرب أن نسمع من رام الله، من السلطة الفلسطينية، من فتح وهي نواة العمل الفلسطيني ضد الكيان الاحتلال، أن نسمع مثل هذا الكلام. وبالتالي أنا أعتقد بأن أي دولة من دول المنطقة الآن مهتمة بهذا الأمر، مهتمة بالوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة، وبالتالي الكل يعني من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان إلى كل دول المنطقة الآن تعاني من وجود هذا الاحتلال وانعكاسات هذا الاحتلال على كل دول المنطقة. وبالتالي كلنا يجب علينا أن نعتقد ونتفهم الشعار الذي يطرحه الإسرائيلي من النيل إلى الفرات، يريد أن يقسم المقسم ويجزئ المجزئ. وبالتالي لا أعتقد بأن هذا صحيح جدا أن ننتقد هذا الطرف أو ذاك. لديه رام الله أو فتح لديهم مشاكل مع إيران، هذا شيء آخر. أما أن نمدح الكيان الإسرائيلي بهذا الشكل ونعتقد بأن دولة فلسطين سوف تخلق من أوسلو ومن مدريد، يعني الآن من أوسلو إلى مدريد الآن أكثر من 30 سنة لم يتحقق. بس من يمدح الكيان الإسرائيلي دكتور محمد؟ يعني أنا شخص سمعت قبل ذلك، سمعت أنه شيء غريب يتحدث من فتح وهو يتحدث باسم فتح، كيف يمكن له أن يتحدث بهذا الشكل ضد يعني ويقول بأن دولة فلسطين يمكن أن تكون، من يعطيك دولة فلسطين؟ دكتور محمد لو كانت يعني الشخص الذي كان معنا على الأقل هو فلسطيني يتحدث عن دولته، هو يتحدث باسم فتح بس أيضا يتحدث عن دولته وعن شعبه. عندما تقول حضرتك يعني عندما تخونهم حضرتك لست حتى فلسطينيا. أنا عربي مسلم، من حقي أن أقول ما يجب أن أقوله بحق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، هذا حقي وهذا حقك أنت وحق كل العرب المسلمين. فلسطين الآن ليست هي فلسطين، مش حق فوق الفلسطينيين دكتور محمد، هذه يعني قضيتهم بشكل أساسي، هم يتحدثون الآن. وحتى إسرائيل أصلا رافضة السلطة ورافضة فتح، هي لا ترفض فقط باقي الأطياف، يعني بالنهاية هم أيضا يعني غير مطبعين ومرفوضين كذلك. القدس قبلة المسلمين الأولى، من حق كل المسلمين أن يدافعوا عن فلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس الشريف، ونحن نعلم بأن أرض فلسطين هي أرض الأنبياء وكل الأنبياء من فلسطين، والقضية الفلسطينية الآن لم تعد قضية فلسطينية، قضية فلسطينية قضية عربية إسلامية، والآن أصبحت عندما خرجت الجامعات الأمريكية وكل دول أوروبا أصبحت قضية إنسانية الآن عندما يأتي شخص من فتح ويقول بأن ليس من حق هذا الشخص أو ذاك أن يتحدث عن فلسطين، معنى ذلك ليس من حق الطلبة الأمريكيون في الجامعات الأمريكية أن يدافعوا عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا كلام طيب يعني لنعرف رأي دكتور علي الغرابة. لنعرف دكتور علي يعني نريد أن نعرف رأيك بداية على كلام دكتور محمد وكذلك أيضا على كلام مرشد اليوم والحديث صراحة عن المنطقة وليس عن القضية، والحديث فعليا عن أنه هناك كان مخطط أكبر وإفشال أمر يتعلق بالمنطقة بالنظر المرشد ما حصل بالسبع من أكتوبر وليس موضوع إعادة الحقوق للفلسطينيين أو للقضية فقط. تحياتي لك ولا دكتور سيد غيان ومشاهديكم الأعزاء. الأستاذ سيد غيان قال هو عربي ويدافع عن قضية الفلسطينية. أنا إيراني ومنذ أن كنت 17 عاما عشت مع الفلسطينيين في تل الزعتر، كنت مع أبو عمار لما كانت مدافع حافظ الأسد تدك
هذا المخيم. فلذا أعرف القضية الفلسطينية، عشت القضية الفلسطينية، ترجمت إلى الفارسية قصائد المقاومة وكتب موجودة لا يزال رغم منعي من دخول إيران. أقول لكم الشعب الإيراني قد قال في انتفاضة الخضراء وفي انتفاضات بعد ذلك لا غزة ولا لبنان، روحي فدا إيران. هذا ليس بمعنى أن الشعب الإيراني ضد الشعب الفلسطيني أبدا. كنا شابا وجاء فريق مباراة القدم الإسرائيلي إلى إيران، هزمناه وكانت طهران ترتعش من صرخاتنا يا فلسطين يا أبو معمر. فأنا اعتبر الرئيس أبو مازن الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني، وحماس والجهاد الإسلامي كلهم متمردين يمبلونهم مرة حسن مرة حسين مرة خامنئي مرة دولة قطر العظمى وغيرهم. فلذلك أنا أقول لكم يجب أن نترك الشعب الفلسطيني ليختار مسيره. هذا عيب. خامنئي يتدخل في شؤونهم، لماذا؟ هذا الحرب الخاسرة. ما نتائج هذا الحرب بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ غزة كانت في طريق إلى قمة، هذا المباني، هذا المستشفيات، أكبر مستشفيات من بعض الدول العربية، فدمروا كل شيء. وهذا نتنياهو المجنون استغل ذلك ليدمر ما بناه الشعب الفلسطيني بمرارة وبزجر وبدعم قيادة الفلسطينية منذ عرفات، والرئيس أبو مازن قيادة وائية. وكما تحدث الأخ من فتح وأيضا مستشار الرئيس أبو مازن، فإنهم فجأة أمامهم محرقة وأمامهم مؤامرة قاشمة. وأنا أقول هذا المؤامرة كانت من بدايته من 7 أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني. نعم. ولما أسمع صوت أبو مازن باكيا وأنا أبكى، هو مثل والدي، لأنه هذا شخص شريف. نعم. هو يريد أن يحرر بلده ويعرف أن بندقيته ليست أكبر من بندقية إسرائيل، فلذلك وافق على السلام. شو دخل إيران بذلك؟ إيران ليست لها حدود مع فلسطين، ماليزيا، إيران، كلهم دول إسلامية، ولكن شو علاقتهم بقضية الفلسطينية؟ أبو مازن فلسطيني، نبيل أبو ردين المسيحي فلسطيني، هؤلاء من فلسطين، أصدقائي الأعزاء شعراء محمود درويش، سالم جبران، هؤلاء كانوا فلسطينيين ويتحدثون عن فلسطين الحرة. وأنا واثق من أن هذا الحرب المدمرة ألمت الشعب الفلسطيني. بين الطريق الوحيد سلام سلام وسلام. دكتور محمد، أنا سأعود معك إلى تصريحات المرشد الإيراني عن إفشال المخططات وتطرق الرئاسة الفلسطينية إلى موضوع الدم الفلسطيني. هذا يعيدنا دائما إلى نفس السؤال. المرشد الإيراني يقول أنه هذا دفاع عن القضية، ولكن دفاع أيضا عن المنطقة وعن مخطط كبير كان آتيا إلى المنطقة. ولكن إذا كان هذا المخطط كبير وخطير إلى هذا الحد، لماذا الدفاع عنه بالدم الفلسطيني وليس بالدم الإيراني؟ عزيزتي، من قام بهذا بطوفان الأقصى هم فلسطينيون، وبالتالي نحن لا يمكن لنا أن نمدح هذا الفلسطيني ونذم ذاك الفلسطيني. هذه منطقة، هذه قطاع غزة، أكثر من 15 عاما تقع تحت الاحتلال، تقع تحت مقاطعة اقتصادية غريبة من نوعها، وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يخضع لعملية مقاطعة اقتصادية كبيرة جدا من قبل الكيان الإسرائيلي. ولذلك عندما نحن نقول قطاع غزة الآن، انظر يعني من يتحدث عن ذلك ويمدح أبو مازن وهذا شأنه وموقفه، لكن
المحكمة الدولية أدانت هذه إبادة بشرية يتعرض لها قطاع غزة. وأنا أدين إسرائيل، أنا أدين نتنياهو. وبالتالي يجب علينا أن نعرف الهدف الرئيسي من هذا الاحتلال. نعم. كيف ينظر للمنطقة، كيف ينظر للأمن الإقليمي، كيف ينظر إلى التقدم والتنمية في هذه المنطقة. وبالتالي يعني من الصعب علينا أن نتحدث بهذا الحديث دون أن نعرف مغزى الأهداف الإسرائيلية التي تنظر إليها لكل طيب دول المنطقة. بس لماذا حين يقول أي أحد أو يدافع عن الدم الفلسطيني الذي يسقط الآن دكتور محمد يتهم بأنه هو يدافع عن إسرائيل؟ يعني لماذا هذا الرابط؟ يعني دعيني أن لا نكون مع وضد إسرائيل. أي قضية بالنسبة لي شخصيا، أي قضية تكون فيها إسرائيل يكون الجانب الآخر محق، لأن إسرائيل دولة احتلال، دولة إرهاب، دولة تمارس إرهاب دولة. طيب. وبالتالي نحن شعوب هذه المنطقة عانينا لأكثر من 70 سنة، 75 سنة عانينا من التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة. إسرائيل بكل الأعمال التي حدثت خلال 70 سنة هي كانت تريد تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وهي أثرت على كل عمليات التنمية في هذه المنطقة، وكلنا يعلم مدى طيب. مدى الخسارة الكبيرة. أنا أتأخرت على دكتور علي، بس أنا أريد والإسلامية نعم بس أيضا دكتور محمد، أنا دكتور علي سأذهب لحضرتك مطولا، بس دكتور محمد سؤال هنا. كثير من الآراء تذهب للقول اليوم أنه ما فعلته حماس يصب مصلحة إسرائيل. نحن لا نختلف هنا على إسرائيل، نحن هذا النقاش ليس عن إسرائيل، ولكن البعض يقول أنه حماس ومن خلفها إيران التي تدعمها قاموا بما يصب مصلحة إسرائيل وليس بما يصب مصلحة القضية الفلسطينية. أنا أعتقد بأن هذا يصب بمصلحة إسرائيل، يعني حتى هذا السؤال وهذا التصور يصب بمصلحة إسرائيل. بالتالي يجب علينا أن ندافع عن الأرض المغتصبة من قبل إسرائيل، ندافع عن قطاع غزة الذي المحاصر منذ أكثر من 15 عاما. هذه النقطة في غاية الأهمية، يجب علينا أن لا نطرح تصورات يفهم منها بأننا نقف مع إسرائيل ضد الفلسطيني وضد الأم التي فقدت أبنائها وضد الابن الذي فقد أباه. وبالتالي علينا أن نكون أكثر محمد. مسؤولية أنا في أنا لا أرجو عدم تحويل كلامي، أنا واضحة جدا نحن هنا لسنا لا نختلف على قتل أنا أقول المدنين. بأن هذا التصور هو نعم. تصور إسرائيلي، وبالتالي يجب علينا أن نقف مع الفلسطينيين مع قطاع غزة. طيب. وهذا دكتور شيء علي جدا. خليني أذهب أبداً. دكتور علي حضرتك ما ردك على هذا الكلام، ولماذا الآن يتهم كل شخص يدافع عن القتلى الفلسطينيين بأنه كأنه يدافع عن إسرائيل بأي منطق؟ أقول لك شيئا بسيطا، هل خامنئي أكثر كاثوليكيا من بابا وأكثر فلسطينيا من أبو مازن، من أبو عمار، من خالد الحسن، من كل هؤلاء القادة الذين قادوا حركة فتح ومن ثم النزال الفلسطيني ومقاومة الفلسطينية؟ كنت أتمنى لو كان الدكتور صدقيان هو شاب في بيروت ويرى بنفسه أز نظام الأسدي الذي كان ليلا ونهارا يحرر فلسطين مثل خامنئي دمر ما كان في بيروت من قضية الفلسطينية ومخيمات الفلسطين. كان كل هؤلاء لمصلحتهم يلعبون بكلمة مقدسة فلسطين. بعد أوسلو كانت فلسطين تتنفس براحة، ففلسطين كانت نحو غامة دولة متحذرة ومتقدمة. من دمر الفرص الفلسطينية؟ إيران بفلوسها بانتهاريتها في تل أبيب لما قتل امرأة وحفيدتها. فلذلك أنا أقول دائما هؤلاء يلعبون بقضية الفلسطينية. خامنئي بهاجة إلى قضية الفلسطينية، في الداخل فشلوا، والآن قضية الفلسطينية. من هاجم إسرائيل؟ حماس. غزة خادم الحرمين الشريفين وولياته قد جاء بتصريح صريح وواضح، لا علاقة مع إسرائيل قبل قيام دولتان، الدولة الفلسطينية. وإسرائيل كاد أن تقبل بذلك لأنه لم يكن أمامها مفر، ودولة بمكانة السعودية معناه
مهم جدا بالنسبة لإسرائيل، موضوع استراتيجي. في نفس المعركة خامنئي قال لن نسمح، وأولئك الذين يريدون إقامة العلاقات سوف يندمون. ما فعل إسماعيل هنية؟ ذهب إلى إيران مع جماعته، استلموا 90 مليون دولار كاش من لقمة الشعب الإيراني، وذهبوا وبدأوا هذا اللعبة الخاسرة. ونتيجة ذلك تدمير غزة، تدمير أحلام، آمال، قتل الآلاف من شباب، من فتيات الجميلات، من أمهات، من آباء. لماذا؟ هل حققوا شيئا؟ أبدا. نتنياهو ينتظر لهذا الهجوم هجمات. شو خسر؟ 1200، الشعب الفلسطيني 35,000. هذا الرجل يكره الفلسطينيون مع زمرته، ويستغل دائما الفرص لإنهاء الأمل الفلسطيني بمشاهدة ألمه يرفرف فوق مسجد الأقصى. أنا أتذكر الله يرحمه ملك عبدالله في بيروت لما عرض مشروع سلامه، فوجع الجميع، ولكن الرجل كان يفكر بمستقبل. والآن أخوه وابن أخوه كلهم يحاولون إنهاء القتال في غزة من أجل يعني الحركة نحو إقامة دولة فلسطينية شرعية، نعم، منتخبة ومتعذرة ومتقدمة. بس دكتور علي، هل كلام المرشد اليوم يذهب بأي شكل من الأشكال بإطار الذهاب إلى إنهاء هذه الحرب أو إلى إكمالها؟ إلى إكمالها بلا أدنى شك. المرشد ليس من مؤيدي السلام. المرشد يريد، هم يقولون من إسرائيل كان يقول من النهر إلى البحر، واليوم هؤلاء يقولون ذلك. أمل مستحيل. الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بإزالة إسرائيل، روسيا لن تسمح، الصين لن تسمح، فرنسا وبريطانيا. فهؤلاء يعني خيالات فقط يستفيدون من ذلك. بينما الشعب الإيراني، هل قامت مظاهرة كبرى في إيران؟ في واشنطن، نيويورك، في أماكن أخرى، فقط مظاهرة واحدة من قبل أوامل وعناصر النظام. خلاص، لأن الشعب الإيراني يعارض هذا السياسة. الشعب الإيراني يحب الفلسطينيين، يدعو إلى سبحانه وتعالى للتحرير فلسطين. طيب، ولكن الشعب الإيراني لا يريد التدخل في الشأن الفلسطيني. شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن، رئيس مركز دراسات العربية الإيرانية دكتور علي نوريزاده، وشكر موصول لضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أنتوني فاوتشي الذي كان الألمع خلال فترة انتشار فيروس كورونا عام 2020 وما بعد بصفته مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أخبر الجمهوريين بأن قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها 6 أقدام ظهرت فجأة، وأنه لا يتذكر كيف طفت، أي أنها لم تكن مبنية على دراسات وأسس علمية. كما أضاف أنه لم يكن على علم أو اطلاع على دراسات تدعم التباعد الاجتماعي، معترفا بأن مثل هذه الدراسات سيكون من الصعب جدا القيام بها. ومن فيرجينيا معنا لمناقشة هذا الموضوع النائب السابق عن مجلس النواب عن ولاية فيرجينيا توم ديفيز. سيد توم، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. يعني نبدأ بالخلفية لهذه التصريحات، وأين تضع هذه الجلسة اليوم مع الجمهوريين، أين تضع فاوتشي فعليا؟ Well, Americans were divided. الأمريكيون كانوا منقسمين، وكان الدكتور فاوتشي مسؤولا خلال فترة الكوفيد، وكان هناك حالة من الانقسام، كل طرف كان يحاول أن ينحي باللائمة على الطرف الآخر والدكتور فاوتشي وجنونه كما يقول البعض لما فعله. لكن حقيقة الأمر هي أن الدكتور فاوتشي
وكان دائما يحاول أن يقاوم تلك الجائحة، وقد ارتكب أخطاء وكان قد تحمل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها آنذاك. الأخطاء بالمناسبة فيما يتعلق بارتداء الكمامة كانت أحدى نقاط الجدل، وخاصة بأنه الآن يرى البعض بأنه لم يكن هناك أي داع، وهذا يبدو بأنه يتعرض لعملية تحقيق واسعة أمام الجمهوريين الآن. طيب، تحدثت حضرتك ببداية كلامك عن أنه يعني الانقسام ما زال موجودا حول موضوع كوفيد والتعاطي معه، ولكن السؤال هنا لماذا ما زال هذا الانقسام موجودا بعد 4 سنوات؟ هل يعني فقط أهدافه سياسية ويستخدم لهذه الأغراض، أو هو فعليا اليوم الحديث الأمريكي ما زال يطرح أسئلة حول مرحلة كوفيد؟ أعتقد أن الأمر ينطوي على المسألتين. حتى اللحظة نحاول أن نفهم أصول هذا الفيروس الذي قد نشأ من مختبر في الصين أو أنه كان بسبب إحدى الحيوانات. أعتقد بأن هناك انقسام، وكان الدكتور فاوتشي قد تراجع عن الأشياء التي كانت تشير إلى ضرورة إجراء بعض الأبحاث في المختبرات. لكن الجانب الآخر هو أن كوفيد جعل حالة من التشرذم السياسي، وخاصة بأنه قد تم استخدامها بناحية سياسية رغم أنها قد نتجت بموت أعداد كبيرة من الأشخاص. من ضمن الأشياء التي يعارض الناس ما ذكره الدكتور فاوتشي هو أنه إذا ما نظرنا إلى هذه السنوات يجب أن نتعلم الدروس منها. طيب، ما قاله أصلا الدكتور فاوتشي عن أنه موضوع التباعد لهذه المسافة لم يكن له تقريبا أساس علمي، وأنه هذا القرار لم يأتي منه؟ هذا يعني ماذا يعني كتصريح فعليا، وهل له قيمة يعني لو نحن في ظل ظروف مختلفة سياسيا؟ علينا أن ننظر دائما إلى الأخطاء التي تم ارتكابها وكيف كان يمكن أداء الأمور بطريقة أفضل. بالنسبة لصلاحية التباعد الاجتماعي التي جاءت من مؤسسته وتم تفسيرها بطرق مختلفة في الولايات، كانت قد تسببت إلى أغلاق المدارس والجامعات والملاعب والمسارح وغيرها. وأعتقد بأنه قد تكون هناك نوايا حسنة وطيبة في هذه المساعي. المسألة الأخرى هي أن الشعب الأمريكي كان ينظر إلى الدكتور فاوتشي بصفته مرجعية حول هذه القضية، وبصرف النظر عن أي آراء في تلك الفترة العصيبة التي مررنا بها، فلابد لنا أن نقدم الاحترام للدكتور فاوتشي رغم أنه لم يكن محقا بكافة الأمور التي ذكرها، وكان هناك حالة جدل أثرت على مسألة منصات التواصل الاجتماعي وحول ما كان يجب فعله بطريقة أفضل. أعتقد أن هناك حالة إحباط بسبب ما عشناه من تاريخ إبان تلك الجائحة. طيب، ما الذي يقف أمامه الدكتور فاوتشي الآن قانونيا بعد هذه الجلسات؟ لا أعتقد بأنه سوف يتعرض إلى أي مشاكل قانونية. تعلمون أننا في الولايات المتحدة نعيش أجواء مشحونة. لدينا الرئيس السابق متهم والرئيس الحالي، تتم محاكمة ابن هانتر بايدن في ديلاوير، والمحاكم يتم استخدامها في النظام السياسي، وهذه مسألة مروعة. إذن ليس من المفاجئ أن نرى الآن أن يتم التسليط على الدكتور فاوتشي، وعلى الأقل لا أرى أن هذه المسألة قد تكون لها دوافع أو ارتباطات سياسية، رغم أنه قد يكون قد ارتكب بعض الأخطاء في ظل أزمة صحية كبيرة، ولعله قد أدى بطريقة مختلفة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من فيرجينيا، النائب السابق في مجلس النواب عن ولاية فيرجينيا توم ديفيس. إذن مشاهدينا، نبدأ الآن الساعة الثانية من الأخبار الليلة، وتحديدا من شمال شرق سوريا.
الرقة التي تشهد أول انتخابات بلدية بعد حقبة داعش. هذه الانتخابات تأخذ بأبعادها مناحي أخرى، فالإدارة الذاتية تتمسك بإجرائها رغم اعتراض تركيا وتحفظ واشنطن، ما يفتح الباب على تساؤلات منها تكريس الانفصال. فما موقف دمشق وما موقف أنقرة؟ هذا وتشهد مدينة الرقة تنافسا كبيرا بين الأحزاب والكتل العشائرية والمستقلين الذين يريدون إيصال مرشحيهم عبر الانتخابات إلى كرسي رئاسة البلدية للمرة الأولى بعد التحرر من التنظيم. ضمن خاص الحدث تقرير جمعة كاش من الرقة. انتخابات محلية مثيرة للجدل، هي الأولى في هذه المدينة التي لا تزال تتعافى من تداعيات مرحلة حكم داعش. 531 مرشحا يمثلون أحزابا رئيسية وتكتلات عشائرية بالإضافة إلى شخصية مستقلة يتنافسون للفوز برئاسة البلدية ومجلسها المكون من 40 عضوا. حال المدينة وتحسين خدماتها يتبوأ برامج المرشحين الانتخابية، والهدف كسب أصوات الناخبين في 11 من الشهر الجاري. سنقدم خدمات بشكل عام، تحسين جودة الخبز بالنسبة لتقديم تمديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتزفيت الأحياء والشوارع والأرصفة. الانتخابات المحلية أثارت غضب تركيا واعتبرتها خطوة أولى للانفصال عن سوريا، فيما أبدت واشنطن تحفظها على التوقيت. أكدت الإدارة الذاتية أنها ماضية في تنظيم الانتخابات في موعدها، أنها لا تتقبل هذه الانتخابات، لا تتقبل هذه العملية الديمقراطية، لأنها على دراية تامة عند إجراء هذه الانتخابات ونجاح هذه الانتخابات كيف أن شرعية الإدارة الذاتية كيف ستكون، لأنها تعرف بأن الإدارة الذاتية الآن أمام تحدي من أجل إنجاح هذه العملية الانتخابية الأولى من نوعها على مستوى شمال شرق سوريا. ونحن أيضا كمفوضية طبعا مهما كانت استهدافات موجودة، مهما كانت تهديدات، مهما كان عدم قبول لهذه الانتخابات، لكن نحن انتخاباتنا جارية على قدم وساق وسنجري هذه الانتخابات بتاريخ 11/6. بعيدا عن المشاحنات بين الفرقاء، يعمل وجهاء المدينة وشيوخها على حشد الأصوات لمرشحيهم، فالانتخابات هنا تعني المشاركة في القرار. في موازاة المخاوف التي تبديها أطراف محلية وإقليمية من الانتخابات البلدية، يرى سكان المناطق العربية أنها قد تقود إلى التوافق في إدارة المنطقة وتحسين الخدمات، وهو ما يساهم في جسر الهوة بينهم وبين الإدارة الذاتية. من مدينة الرقة شمال شرق سوريا، جمعة كاش، الحدث. هذه المشهدية نناقشها مع ضيوفنا لهذا المساء. من القاهرة ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية ليلى موسى، من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، ومن اسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزاغان. مساء الخير لكم ضيوف الكرام، أهلا بكم معنا في الأخبار الليلة. أستاذة ليلى، مع حضرتك أبدأ، لماذا الإصرار على إجراء هذه الانتخابات في 11 من يونيو بظل ليس فقط تحفظ تركيا ولكن أيضا تحفظ الولايات المتحدة؟ مساء الخير لك ولضيوف الكرام والسادة المشاهدين. بخصوص الانتخابات، هو شأن داخلي تتعلق كما أشاروا أو أشرتم في تقريركم إلى الواقع، تحسين الواقع الخدمي للمنطقة، هي رغبة نابعة من سكان مناطق شمال شرق سوريا، وهي شأن داخلي تهويل من مخاطر أو تهديدات التي تشكلها الانتخابات كما تروج لها تركيا، ليست بالشكل الصحيح، إنما على الواقع هو مختلف تماما. وهي ليست الانتخابات الأولى التي تجرى في مناطق شمال شرق سوريا. في 2014 كانت هناك انتخابات محلية أجريت في مناطق التي كانت تديرها الإدارة الذاتية، في مناطق التي كانت تديرها حين ذاك ب 2014، والآن هي لم تكن هذه التحضيرات خلال العام فقط، إنما كانت هناك مساعي لإجراء هذه الانتخابات، لكن بسبب الظروف الأمنية وحملات التي كنا نقودها مع التحالف الدولي في مكافحة إرهاب تنظيم داعش، وأيضا إلى جانب العمليات العسكرية التي قامت بها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، حالت دون إجراء هذه الانتخابات
هذه الانتخابات كما قلت هو يتعلق بشأن داخلي وتحسين الواقع الخدمي، وهو فرصة لأبناء مناطق شمال شرق سوريا باختيار ممثليهم والتعبير عن إرادتهم الحرة لإدارة مناطقهم. طيب بما أنه الموضوع شأن داخلي سأذهب إلى الأستاذ عبد الحميد توفيق. اليوم كيف تنظر دمشق إلى هذه الانتخابات وهذا الإعلان في هذه المناطق أستاذ؟ مساء الخير لحضرتك لارا ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. على المستوى الرسمي لا يوجد هناك أي موقف أو تعليق نهائيا من الجانب السوري الرسمي الحكومي أو السلطات السورية على كل هذه المجريات وعلى كل هذه المناخات التي تشاع وتسود في شمال شرق سوريا أو في الجزيرة السورية. على في مستوى الأوساط الإعلامية وبعض ما ينقل عن بعض في الصحافة غير الرسمية ولكن من سوريا، هناك رفض واضح لهذه الخطوة باعتبارها كما تقول الصحافة أو كما تنقل عن بعض الأوساط بأنها خطوة ذات طابع انفصالي ومحاولة من ما سموها سلطة الأمر الواقع في تلك المنطقة لفرض أجندة تحاول من خلالها جذب الانتباه وكذلك الحصول على بعض الاعترافات، وهي لا تعد عن كونها خطوة غير مقبولة بالمطلق. ما نقل أيضا عن، وهنا أنا أحدث فقط عن موقف الرسمي، ما نقل عن محافظ مدينة الحسكة في قلب الجزيرة السورية بأن هذا التوجه وهذه الانتخابات مرفوضة رفضا قاطعا من الجانب الرسمي السوري، كما نقل عن محافظ الحسكة، وأن هذا الأمر يعتبر تجاوزا وخطوة انفصالية. في العموم الجانب السوري والسلطات السورية منذ أن بدأت هذه هي المسألة في الجزيرة السورية وشرق الفرات تتعامل مع هذه المسألة حقيقة من خلال الأداء على أنها ظاهرة أمنية وهي موجودة وتتفاعل بسبب رعاية قوات الاحتلال الأمريكي لمثل هذه المجموعات المسلحة من الأكراد وكذلك ممن يديروهم من جبال قنديل وحزب العمال الكردستاني PKK. هذه الرؤية تجعل السورية أو تجعل السلطات السورية تتعامل مع هذه الظاهرة من ناحية أمنية، والدليل على ذلك هو أن جميع التواصلات التي كانت تجري لم تكن دمشق تقبل أن تكون على مستوى حكومي مقابل أي ضيف يأتي طيب. من الجزيرة السورية أو من شرق الفرات، ولكن نعم. كان فقط يراجع دوائر أمنية حتى يبقى الأمر في إطار مفهوم أمني لا أكثر بسبب الوجود الاحتلال الأمريكي هناك. طيب. أذهب إلى الأستاذ مصطفى كذلك لنعرف أسباب يعني اعتراض تركيا إلى هذا الحد وتلويح بعملية عسكرية وذهب إلى يعني إجراءات جدا قصوى. لماذا إلى هذا الحد تستفز هذه الخطوة تركيا سيد مصطفى؟ أولا طبعا هم فرق بالنسبة لحزب العمال الكردستاني كما ترى تركيا، وأنها لا يتمتع سوريا على أساس فدرالية يتمتع بوحدة الوطنية. إذن يعني تجربة الإدارة المحلية أو الانتخابات المحلية هذا خروج عن النص وعن النظام السوري يعني متمتع كما ذكرت بالوحدة الوطنية. إذن يعني هم يستمدون الشرعية من أي جهة؟ أن تركيا ترى أن 2254 أو القرار السابق بالنسبة للأمم المتحدة أيضا يعني لا تسمح لهم بالنزول أو بالتصفيت في الانتخابات المحلية كما هم يدعون ذلك أو يرون ذلك. إذن تركيا ترى أن هذا خطر على تركيا، لأن هذه الانفصالية أو نظرة الانفصالية ماضية، وتركيا ترى أنها ستنتقل إلى تركيا، هذه حتمية من منظور تركيا. إذن تركيا من هذه المناظر تعارض طبعا هذا الاتجاه، اتجاه إقامة الصنادق لانتخابات البلديات أو محليات. هذا هو رأي تركيا، ويرى أنها أمر الواقع، فرض أمر الواقع وفرض أجندة خاصة بالنسبة لهم، هذا تركيا لا تقبل ذلك.
طيب أستاذة ليلى، يعني أكيد استمعتي إلى كلام ضيفينا من دمشق ومن اسطنبول حول موقفي دمشق وأنقرة، ولكن يعني هنا أريد أن أتوقف عند نقطة. في كلام كثير يذهب بإطار أنه هذه الانتخابات هي تمهد للانفصال، وبالتالي هنا نقطة الاعتراض. هل هذا هو المخطط من وراء هذه الانتخابات؟ دعيني بداية أعقب الكلام ثم أجيب على السؤال الذي طرحتي. بخصوص تواجد الأمريكي، تأسيس الإدارات الذاتية وعمليات التحرير التي تمت في مناطق شمال وشرق سوريا كانت بقيادة أبناء المنطقة حتى قبل تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بخصوص ما تفضل به الضيف من دمشق. إذن هناك أبناء من المنطقة كان لديهم إصرار بعد انسحاب قوات النظام من المنطقة وتفرغ لخوض المعارك مع الفصائل الأخرى في مدن سورية أخرى، وجميعنا شاهدنا كيف تم إعلان عن سوريا المفيدة حين وتركوا أبناء المنطقة لمصيرهم. لذلك كانوا أبناء المنطقة قاموا بتشكيل مجالسهم وبإدارة مناطقهم وتقديم الخدمات، ومن ثم تطورت الحالة إلى ما نحن عليه الآن. بخصوص دولة تركيا وما تدعيه من حجج، بقناعتنا عندما قامت بعملية احتلال عفرين لم تكن هناك عمليات انتخابية، وعندما قامت باحتلال سريكاني وغريسبي لم تكن هناك عمليات انتخابية. إذن هناك مشروع تركي تحاول تركيا من خلال تمرير مشروعها في سوريا، وتشكل الإدارة الذاتية عقبة أمام هذا المشروع. ونحن شاهدنا كيف أن تركيا منذ بداية الأزمة السورية حاولت اللعب على الوتر الديني تارة وتارة على الوتر القومي، وما زالت ماضية في سياساتها حيال هذه المنطقة. بخصوص ما نحن نسعى عليه كما أشرت في بداية كلامي هي الشأن الداخلي، تتعلق في الحالة الخدمية، تحسين الواقع المعيشي، وهي فرصة لأبناء المنطقة بالتعبير عن إرادتهم الحرة باختيار ممثليهم في خطوة من شأنها أن تحسن واقع المنطقة نحو الأفضل. كما تعرفون وقناة العربية من أكثر القنوات التي تابعت الوضع في أو الشأن في الشمال السوري، وكيف أن المنطقة خاصة في المرحلة الأخيرة بعد ضربات تركيا على البنى تحتية بشكل متقصد في مسعى منها بتحليل بتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين. كنا نأمل من الضيوف يشيروا إلى ما تمارس في الشمال السوري من بناء مستوطنات، من تتريك، من عملة، من لغة تركية، من وجود والي تركي يدير المنطقة. هذه التي تسعى إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أخرى، بينما هناك عملية انتخابية تم إجراءها ب 2014 لم نشاهد هناك أي عملية انفصال. فبالتالي هذه الأقاويل والإدعاءات ليست في محلها، وإنما هي تشويه، إنما هي تشويه لهذه العملية الانتخابية، وفي مسعى ضرب إرادة أبناء المنطقة بالتعبير عن رأيهم وخوض هذه العملية الانتخابية. بكل بد نحن مع كل قوى أو جهة أو دولة تسعى إلى تحقيق القرار 254، وسبق أن أصدرنا البيانات كثيرة بهذا الخصوص، وآخرها كانت هي الترحيب بقرار ما تمخضت عنه نتائج القمة العربية في البحرين التي أكدت على 254 والحوار السوري السوري. طيب، وهو ما نحن كمجلس سوريا الديمقراطية نسعى إليه منذ تأسيسنا. سأعود إلى نقطة الحوار السوري السوري، وأستاذ عبد الحميد إذا بتسمح لي رح أذهب إلى أستاذ مصطفى بس بالنقطة التي تحدثت فيها أستاذة ليلى عن تركيا، ومن ثم أعود إلى حضرتك. سيد مصطفى، يعني ضيفتنا تتحدث عن بناء معسكرات للتدريب، عن انتشار جديد، وأيضا يعني لافت لتركيا، ويعني رأينا ما رأيناه أصلا من مواجهات مع تركيا في هذه النقاط الجغرافية. فعليا يعني إذا كانت دمشق تتحفظ، دمشق هي جزء من يعني بسوريا، هي العاصمة السورية، بس إذا تركيا استمرت بهذا الموضوع، هذا أين سيضعها اليوم داخل سوريا؟
بالنسبة لوجود تركيا، أصلا وجود تركيا عسكرية مؤقتة بسبب جلبت زراع سوري بالنسبة لحزب العمال الكردستاني قصد أو غيره وعادة مع الشعب تركيا إلى هذه المنطقة، بسبب كان هم يخططون أصلا ممر يبدأ من شمال العراق إلى البحر الأبيض المتوسط وتقطع المواصلة بين تركيا وبين البلدان العربية، لذلك تركيا قررت دخول إلى أراضي سوريا بسبب هذا. ترى تركيا أن قسط أو مجموعات وحدات حماية الشعب يمثلون إرهاب، يمثلون حزب العمال الكردستاني أو امتداد لحزب العمال الكردستاني. على هذا الأساس تدخلت تركيا، ولا ترى أي معنى من التدخل الجديد إذا هم يطيرون في هذه النقطة، يعني يجعلوا شمال سوريا دولة مستقلة أو شبه دولة مستقلة مستقبلا. هذا تحدي لتركيا، ليس تحدي فقط بالنسبة للنظام السوري، ولكن تحدي لتركيا وأيضا زعزعات الاستقرار بالنسبة للمنطقة ككل، يعني ابتداء من العراق إلى سوريا وغيرها. أيضا تركيا تحتسب لهذا الموضوع لأجل هذه العناصر. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني أيضا كذلك يعني أريد أن أعرف ردك. الأستاذة ليلى تقول أنه هذا ليس هناك أي مخطط للانفصال، هذا المشهد أصلا حدث بأوقات سابقة ولم يحصل انفصال، وبالتالي هنا يعني فعليا لماذا هذه الاتهامات بهذا التوقيت؟ وإن سيضع ذلك دمشق مع أنقرة بهذه الحالة، هل يقربها من أنقرة إذا ما استمرت هذه الجهود بالمناطق الكردية؟ المسألة في هذا الموضوع معقدة. لا أعتقد بأن التجارب السابقة رغم كل العمليات التي نفذتها تركيا ودخلت الأراضي السورية واحتلتها بعضها في الشمال السوري وهروب قوات قسد ومن معها في تلك المراحل ولجوءهم إلى الجيش السوري، وتحديدا أتحدث هنا في عام 2018 في معركة عفرين، كان هناك محاولة من بعض القوى المسلحة الكردية للحديث ولطلب أن تكون سوريا تدافع عن الأرض كما قالوا، ولكن كان الطلب السوري واضح بأنكم أنزلوا أعلامكم الانفصالية وارفعوا علم الجمهورية العربية السورية في تلك المناطق حتى نتحمل مسؤولية السيادة. ومع ذلك تراجعت القوى المسلحة الكردية في تلك المنطقة ودخل الجيش السوري مع بعض القوى الروسية واحتلت تلك المناطق كما يقول الروس وجلس فيها وأبعدهم. في هذه النقطة أعتقد بأن المسألة معقدة والمشهد واضح. إذا كان الأمريكيون نفسهم يتحفظون على مثل هذه الانتخابات، لماذا يتحفظ الأمريكيون؟ والمفهوم على سبيل المثال قلق الأتراك والتصعيد التركي الواضح في الخطاب الإعلامي والعسكري والسياسي. لكن إذا أردت أن أتحدث عن التحفظ الأمريكي الذي يرعى هذا المشروع، إذا أردت أن أتحدث عن الوجود القوى المسلحة الكردية حتى أكون دقيق، أشقاؤنا الأكراد السوريين أهلنا، ولكن القوى الكردية المسلحة سلطة الأمر الواقع، هل لها وجود في محافظة دير الزور التي هي تعتبر محافظة عربية قح من الباغوز إلى الشدادي، وهذه المسافة طولها 110 كيلو متر إلى على شرق الفرات، هل لهم وجود أساسا؟ هل لهم وجود في الرقة، محافظة الرقة التي تعد أكبر؟ إنهم سلطة أمر واقع تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع انفصالي، ولكن هم ينفذون هذه الأجندة حين يطرحون مسألة المنطقة المفيدة وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم سيطروا على النفط وسيطروا على الغاز بالإرادة الأمريكية والرعاية الأمريكية، اليوم حين تقصف بعض المناطق لهم ترد الولايات المتحدة الأمريكية عنهم. هذا جانب. الجانب الآخر، المسألة هناك البيئة ليست كما يدعون ويقولون. البيئة الموجودة في الجزيرة السورية في تلك المناطق هي ليست كلها خاضعة للقوى المسلحة الكردية قسد أو غيرها. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك قوى موجودة من الدولة السورية ومن الجيش السوري ومن حلفائها الروس والإيرانيين وبشكل واضح وملموس ترفض مثل هذا الأمر. كل القوى الدولية والإقليمية ضد مثل هذا المناخ الذي تشيعه الولايات المتحدة أساسا، ولكن يبدو أن واشنطن تخشى من التصعيد مع تركيا فيما لو أيدت مثل هذه الخطوة التي تعتبر أحد الخطوات المقبلة لعملية انفصالية حين يذهبون إلى هذا الحد.
بانتخابات محلية، ماذا يعني إذا كان نصف العشائر العربية ضد هذه، وإذا كان المجلس الوطني الكردي ذاته والأكراد الآخرين ضد مثل هذا التوجه؟ ما هي هذه الانتخابات؟ ولماذا السؤال، لماذا تجري هذه الانتخابات في ظل الظروف التي تعيشها سوريا ووجود القرار 2254 ووجود القوى الدولية ومصالحها والإقليمية في تلك المنطقة؟ طيب أستاذة ليلى، يعني أكيد أريد أن أعرف ردك، وكذلك أيضا ونحن يعني وقتنا صار ضيق بدقيقة دقيقة مع كل ضيف، يعني اليوم أي إغضاب، يعني بالعودة إلى السؤال الأول، أو أي مواجهة ولو سياسية مع الأطراف الأخرى المحيطة بالمناطق الكردية سواء تركيا وسواء دمشق، كم تفيد هذه المناطق إذا كانت الانتخابات فعليا لتحسين الأوضاع المعيشية؟ طيب حبذا لو تعطيني بعض الوقت لاستطيع الرد، لان الضيف من دمشق اثار الكثير من تفضلي بس يعني باسرع وقت ممكن. نحن الوقت بخصوص القوات السورية، تمام، بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، هي قوات سورية تضم كافة مكونات المجتمع السوري وليست قوات كردية كما يدعي لوحدها، وبالتالي دير الزور هي جزء من سوريا، ونحن كسوريين من حقنا نتواجد في أي بقعة جغرافية داخل سوريا. النقطة الأخرى، ليست هناك أي نوازع انفصالية من قبلنا، والعقد الاجتماعي أعتقد واضح وصريح ومتاح للجميع، يمكنهم الاطلاع على هذا العقد وليس خافيا على أحد إذا كل ما يتم ينفذ كل ما يتم من ادعاء وحجاج على أنها مشروع انفصالي. النقطة الأخرى بخصوص العشائر العربية ومعارضتها للإدارة الذاتية، أعتقد انعقاد ملتقى العشائر منذ أيام قليلة كان رد واضح على كل هذه الادعاءات بأن العشائر في المنطقة عندما يجتمع في أكبر تجمع أكثر من 5000 شخصية من مختلف مكونات وعشائر المتواجدة واجدة في شمال شرق سوريا، هذا دليل بأن هذه العشائر هي رسالة واضحة وصلته للمجتمع الدولي بأن هذه الإدارة تمثلهم بدرجة الأولى، وهي تأسست بتضحيات التي قدمها أبناء هذه المناطق، وبالتالي هم مصرون بالحفاظ على التضحيات التي تكللت بدماء أبناء المنطقة. أكرر مرة أخرى، المنطقة في ظل الأزمة السورية دون وجود أي حلول تلوح في الأفق، شكلت استنزاف كبير للمنطقة، بالإضافة إلى كما أشرت في بداية حديثي إلى الضربات التي قامت بها تركيا مؤخرا، أرهقت البنية التحتية في المنطقة، فبالتالي حتى يكون هناك استجابة للوضع وتأمين الاحتياجات وخدمات المواطنين والحفاظ على النسيج المجتمعي في المنطقة، أن تكون هذه خطوة داخلية. طيب. من أجل تأمين ما أشرت إليه. سيد مصطفى، مع حضرتك أيضا بدقيقة لو سمحت، أين يضع هذا الموضوع يعني العلاقات السورية التركية التي قيل بأوقات سابقة أنه كان فيها تقارب أو يعني وصلت إلى نقطة ومن ثم عادت منها؟ هناك ضغوطات من قبل روسيا ومن بوتين بالذات للتقارب بين نظامين سوريا وتركيا، وكذا طبعا هذا الموضوع ربما ذات اهتمام مشترك بين الطرفين، ربما يدفع بعضهما بعض للتقارب، كما أن هناك متقاعدين من العساكر أو من الجنرالات، هم أيضا يعني لديهم توصيات للحكومة موجودة، حكومة موجودة في تركيا، على أنهم على أنها عليها أن تتقارب مع النظام السوري للحيلولة دون بروز حزب العمال الكردستاني أو على الأقل تحالفهم في سوريا، يعني وحدة حماية الشعب. إذن نعم، هناك بعض الدوافع ربما للتقارب مع النظام السوري من موسكو إلى الشأن الداخلي، أو يعني بعض الجنرالات كما ذكرت هم يوصون للحكومة أن يكون هناك تقارب. طيب أستاذ عبد الحميد، أيضا مع حضرتك، يعني أي سيناريو اليوم مطروح؟ يعني إذا في حال حصلت الانتخابات وتركيا قررت عملية عسكرية، أين يضع ذلك دمشق؟ وأيضا إذا لم يحصل أي من الأمرين، أين سيضع ذلك دمشق، مع الأكراد ومع تركيا؟
في الحالة الأولى أعتقد بأن دمشق ستنظر إلى أي مثل هذه العملية في إطارها الأمني فقط، وستعتبره رأس المشروع للاحتلال الأمريكي أولا وأخيرا، ومن ينفذه ما هو إلا خيل درك كما يقول المثل، له نهاية حتمية على المستوى السياسي وعلى المستويات الميدانية. في حال حصل الهجوم التركي ضد القوى الكردية التي يقودها البيكيكي في تلك المنطقة، أعتقد بأن دمشق لن تغير استراتيجيتها في هذا الإطار، وفي حال عدم حصوله سيكون هناك موقف سوري واضح فيما لو حصلت مثل هذه الانتخابات في الجزيرة السورية. وأيضا أعتقد بأن روسيا لن تكون بعيدة عن دعم موقف دمشق تجاه هذه الخطوة الانفصالية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، شكرا لضيفتنا من القاهرة ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية ليلى موسى، وشكرا لضيفنا من اسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزاكان. وصلت طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة قادمين عبر رحلات جوية مباشرة من مطار طهران الدولي. تستمر عمليات الوصول للحجاج الإيرانيين حتى اليوم الخامس من ذي الحجة، إذ يبلغ عدد حجاج إيران 85,000 حاج سوف يؤدون مناسك الحج هذا العام. وكان قد أعرب السفير الإيراني في السعودية عن شكره للجهات السعودية العاملة بموسم الحج. التفاصيل برفقة الزميل سلطان السلمي من مكة. خمسة وثمانون ألف حاج إيراني هي الحصة المخصصة والمتفق عليها بين البلدين لأداء مناسك الحج. أولى طلائع حجاج إيران وصلت خلال الأسبوع المنصرم عبر رحلات جوية مباشرة من طهران إلى جدة والمدينة، فيما تستمر عمليات الوصول تباعاً حتى اليوم الخامس من ذي الحجة. احنا جينا من إيران ودخلنا المدينة المنورة، وثم جئنا إلى زيارة النبي ومسجد المسجد النبوي، وكذلك المزارات اللي موجودة في المدينة المنورة مثل مسجد قباء، كذلك مسجد القبلتين ومناطق سياحية كثيرة. والحمد لله يعني الخدمات جيدة شفناها، واحترام واستقبال حفاوة. تعمل إيران على تسيير أكثر من 300 رحلة جوية مباشرة إلى الأراضي السعودية لنقل الحجيج وسط تسهيلات حكومية سعودية ممثلة بوزارة الحج والعمرة التي تشرف بشكل مباشر على عمليات الإقامة والإعاشة والبرامج النوعية المقدمة لهم. السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عناية أعرب في تصريح له عن تقديره وشكره للمسؤولين السعوديين على تقديم الخدمات وتسهيل أمور الحجاج الإيرانيين خلال رحلة أداء الحج. كل الشيء الذي شفناه متونسين من عنده، أما من السيارات أما من الأمكانات أما من أي شيء اللي تريدها بالسعودية موجودة. والله فرحت، ما كنت منتظرة اللي يتصلون عليه ويقولوا اللي اسمك طلع بالحجة وقدرت أيه. أشكر رب العالمين، الحمد لله اللي وصلنا لهذا البكان، وكلش حلو وراضية من خدمات السعودية وخدمات إحنا الإيرانية، كلش طيبة كانت. وزارة الحج والعمرة خصصت مساحة 85 ألف متر مربع كمقرات للحجاج الإيرانيين بمشعر منى، وأكثر من 120 ألف متر مربع بمشعر عرفة. من مكة المكرمة سلطان السلمي. فاصل، نعود من بعده لمتابعة الأخبار الليلة. أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟
كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرى لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل ناشطا عسكريا في حزب الله يدعى علي حسين صبرة. من جهته نعى حزب الله أحد عناصره ويدعى حسين أحمد ناصر الدين مؤكدا أنه قتل باستهداف سيارته في الزهراني. وشهدت جبهة الجنوب اللبناني تصعيدا كبيرا في الساعات الماضية حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كوثرية الرزق قضاء صيدا. كما شن الطيران الحربي عدة غارات على مرتفعات جبل الريحان وجبل أبو راشد وخرج بلدة ميدون في منطقة جزين. وظهر الاثنين تعرضت مدن في قضاء بنت جبيل لغارات جوية في حين استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة محيبيب. هذه هلأ طازة عنا بعرمتها ضرب الطيران الحربي. أفادت وزارة الصحة في غزة بأن ضحايا الحرب منذ 7 من أكتوبر بلغت حتى اليوم 36,479 قتيلاً و 82,777 جريحاً. هذا وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن 40 فلسطينياً قتلوا خلال ساعات 24 الماضية في حين أصيب 150 آخرون. قالت صحيفة معارف الإسرائيلية عن يوسي كوهين رئيس الموساد السابق أن إسرائيل تعرف مكان وجود حسن نصر الله زعيم حزب الله وتستطيع اغتياله في أي لحظة عندما تريد ذلك. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تصريحات كوهين تأتي كتهديد ضد تصعيد حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر مقترح بايدن بشأن غزة غير مكتمل. وكان نتنياهو قال إن الأولوية القصوى بالنسبة لإسرائيل في غزة هي القضاء على حماس. وأضاف في تسجيل مصور أن هذا الهدف سيستمر إلى جانب هدف استعادة الرهائن، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يضيف شيئا على الخطوط العريضة المعلنة بشأن صفقة التبادل. وأقر بأنه يتعرض لضغوط من الائتلاف الحكومي للإفصاح عن الصفقة، لكنه أشار إلى أن مجلس الحرب اتفق على عدم الإعلان حاليا. אנחנו פועלים באינספור דרכים כדי להחזיר את החטופים שלנו. نحن نعمل بطرق لا حصر لها لإعادة المختطفين. أفكر بهم طوال الوقت من أجل عائلاتهم ومعاناتهم، ولهذا السبب قطعنا شوطا طويلا من أجل إعادتهم. ولكن في سياق هذا العمل حافظنا على أهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس. نحن نصر على أن نكمل ذلك، إنه جزء من الخطوط العريضة وهو ليس شيئا أضيفه الآن، ليس لأنني تعرضت للضغوط، إنما هو اتفاق أجمعنا عليه في حكومة الحرب.
والآن أسلم الهواء إلى نيويورك مع زميل طلال الحاج مدير مكتب الحدث في نيويورك وضيفته ليلي غرينبرغ كول مساعدة خاصة سابقة لرئيس موظفي وزارة الداخلية الأمريكية التي كانت أول يهودية معينة من قبل البيت الأبيض والتي استقالت من منصبها في الذكرى 76 للنكبة أي في 15 من مايو الفائت استقالت احتجاجا على سياسة بايدن في غزة. إليك طلال ولضيفتك الكريمة. شكرا لارا وشكرا لكم في الرياض وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. ليلي غرينبرغ كول عملت في الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن عندما كان مرشحا في انتخابات 2020 عن الحزب الديمقراطي وعينها بايدن بعد فوزه مكافأة لها على جهودها في منصب المساعدة الخاصة لرئيس الموظفين في وزارة الداخلية الأمريكية في واشنطن، وهو تعيين يعرف باسم تعيين السياسي. وفي الذكرى النكبة 76 في 15 من مايو الماضي قدمت استقالتها بصوت علنية إلى الإدارة الأمريكية وأصبحت بالتالي أول مسؤولة يهودية في الإدارة معينة تعيينا سياسيا من البيت الأبيض والرئيس بايدن، تستقيل من منصبها احتجاجا على سياسة بايدن في قطاع غزة. ويسرنا الآن أن تخصنا ليلي غرينبرغ كول بأول مقابلة لها مع قناة ناطقة بالعربية. ليلي غرينبرغ كول، ليلي غرينبرغ كول المعينة السياسية من قبل بايدن سابقا في وزارة الداخلية الأمريكية، أهلا وسهلا بك على شاشتنا، شكرا لك على الاستضافة. أود أن نبدأ بسؤالك، أنت شابة وسياسية صاعدة ومستقبلك أمامك، فلماذا الاستقالة من منصبك الرسمي في وزارة الداخلية الأمريكية؟ أنا عملت للرئيس والإدارة الأمريكية ولكنني استقلت لأنني لم أستطيع أن أواصل عملي تحت أوامر الرئيس الذي يدعم ويمول الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ويقوم بذلك، وأنا يهودية أمريكية ولدي مجتمع وأهالي تأثروا بأحداث 7 من أكتوبر. أنا أخشى كثيرا معاداة سامية، ولكن نعلم أن الفلسطينيين واليهود لا يعادون بعضهم البعض، ولكن الرئيس ما يقوم به يجعلنا غير آمنين جميعا. استقالتك هو رفض لاستخدام القوة الأمريكية ليس من أجل الخير. هل المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في يوم الجمعة عصر يوم الجمعة خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق السلام؟ بالتأكيد، وهذا أمر كان يفترض أن يحدث، كان يحدث عدة قبل عدة أشهر قبل قتل آلاف الفلسطينيين. هذه خطوة في الاتجاه صحيح، وإذا كان هذه الصفقة أن تتحقق عليها أن يوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل تستخدم لقتل الفلسطينيين، ما تقييمك للرد الإسرائيلي لهذه المبادرة للرئيس الأمريكي؟ وأود أن أضيف بأن هذا المقترح هو مقترح إسرائيلي بالمقام الأول. بعض الوزراء في حكومة نتنياهو قالوا أنهم لا يرغبون في أن يعبر الاتفاق المرحلة الأولى لستة أسابيع، وإذا كان الرئيس بايدن جاد يجب أن يستخدم كافة الوسائل لا سيما وقف الأسلحة التي ترسل إسرائيل. إذن المرحلة الأولى من الاتفاق وليس المرحلة الثانية، هذا ما قاله الوزراء. الاستقالة في تاريخ وذكرى النكبة، هل كان هذه رغبة أم مجرد صدفة؟
الواقع كان هذا خيار إرادي كما قلت، فإن النكبة التي صادفت 15 من مايو أعتقد أن هذا أمر مدمر فيما يتعلق بما يشعر به الكثير من اليهود الذين عانوا الكارثة، ثم انتهى الأمر بكارثة للفلسطينيين. ورغبت في تسليط الضوء على ذلك، فأي نظام بهذه الطريقة لا يكون آمنا. ثم اليهود والفلسطينيون لا يعادون بعضهم البعض، ويجب أن يكون لدينا سلام في المستقبل، علينا نقر بذلك. قال الرئيس بايدن، وأنا أقتبس هنا من كلامه، إن لو أو لن يكون هناك أي يهود في العالم آمن في ظل ما يتم. هل تتفقين مع ذلك؟ نعم، اليهود يجب أن يعيشوا في كافة بلدان العالم بما في ذلك أمريكا، ويشعرون بالأمان. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي الذي قال هذا الكلام، هذا أمر يخيفني كمواطنة أمريكية يهودية. والبلد الذي يطلب طبعا القضاء على الغير للسلام، هذا أمر لا يقبل. هل السياسة الإسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة تجلب الأمن للإسرائيليين واليهود في العالم بتقديرك؟ كلا، وكما قلت، 7 أكتوبر أوضح بجلاء بأن الوضع القائم لا يوفر الأمن لإسرائيل، ولا يسمح بمنح الفلسطينيين والإسرائيليين مستقبل مزدهر. وبالتالي فإن الاحتلال يجب أن ينتهي. أي نظام يقوم بالعمل على إذعان شعب آخر ليس آمن، هذه ليست حرية. هل عشت في إسرائيل؟ لم أعيش هناك. إذن كيف تعلمين بإخضاع الغير للقمع؟ لقد زرت الضفة الغربية وشهدت القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين ونقاط العبور ونقاط التفتيش، ولدي بعض الأصدقاء من الفلسطينيين هنا في أمريكا وفلسطين، وحدثوني عن تجاربهم. إذن أنت طلعت الوضع بأم عينيك. هل ما يقوم به الإسرائيليون في غزة والضفة الغربية هو عبارة، هل يمثل ذلك قيم اليهود؟ لا أعتقد ذلك. ما تعلمت عن اليهودية بأن تركز على العدالة، ولدينا الكثير من القيم، لا سيما إنقاذ الأرواح، ويمكن أن لا تلتزم بأي تعهدات لإنقاذ الأرواح. أمضيت حياتي كاملة في دراسة اليهودية، التحقت بمدرسة يهودية ودرست اليهودية 12 سنة. أعلم ما هو أن يكون الإنسان يهودي، وطبعا أن يعمل الإنسان على تجويع الناس وكذلك إجبارهم على النزوح ليس باليهودي. عملت لنائبة الرئيس كاملا هاريس في عام 2019. هل تشارك نائبة الرئيس نفس الرؤى والسياسة التي تنتهجها الإدارة الراهنة في غزة والشرق الأوسط ككل؟ لا أستطيع في الواقع أن أتحدث عن نائبة أو ما رؤى وما تعتقده نائبة الرئيس، ولكن أعتقد إذا كانت تختلف هذه فرصة تتاح لها لتوضيح هذا الموقف وأن تجري نقاش بهذا الشأن مع الرئيس، وأشجعه أن تستمع إلى غالبية الأمريكيين الذين يرغبون في الوقف لإطلاق النار. نحن نقترب من انتخابات 5 نوفمبر هذا العام، والجميع يدعمون أحد المرشحين. هناك من لا يؤيد أي مرشح. من تدعمين في الانتخابات المقبلة؟ أنا مروع، كنت مروع وأصبت بالروعة برئاسة ترامب، وكذلك بالنسبة للآن بايدن. فعلى بايدن يسعى لكسب صوتي وصوت الأمريكيين. يمكن يفعل ذلك إذا دعا إلى وقف إطلاق النار ووقف الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل. أنت كنت ناشطة شابة في أيباك، هذا اللوبي المؤيد لإسرائيل القوي في الولايات المتحدة، وتعرفين مدى قوة هذا اللوبي لأنك عملت معهم.
غالبا الناس الذين يعملون للأيباك هم من مؤيدي إسرائيل الشرسين، ربما كنت أحدهم. ما جعلك تتغيرين من أن تكون عضو في الأيباك تدعمين إسرائيل بكل ما أوتيتي من قوة إلى الناشطة مؤيدة للفلسطين ومؤيد لحقوق الفلسطين؟ ما سبب هذا التحول في المجتمع الذي كبرت فيه كيهودية وحيث دعمنا إسرائيل؟ لم أكن الواقع قد كبرت بالحصول على صورة كبيرة أو الكاملة لتاريخ إسرائيل، لم أعرف عن نكبة. وعندما كبرت كانت لدي فرصة لتوسيع معارفي، التقيت بأصدقاء فلسطينيين واستطعت أيضا أن أرى بعيني ما تقوم بإسرائيل بأنه عكس قيمي كيهودي وكتقدمية، وهو إذن نقيض لما يريده العالم. وكما قلت من قبل، فإن أمن الإسرائيليين وكذلك حرية فلسطين لا يتعارضان، وإنما يمكن أن يلتقيا. وإذا رغبنا في أن يكون لدينا مستقبل مستهر لإسرائيليين، فأنا أحب وأهتم أيضا بالفلسطينيين. هؤلاء يستحقون الحرية وتقرير المصير والكرامة والحقوق المتساوية. ما مدى صعوبة القرار الذي اتخذته؟ أنت شابة، أنت في العشرين من العمر أو في العشرينات من العمر، ما مدى صعوبة هذا القرار؟ هذه أنت كنت طالبة متفوقة، عملت مع كاملا هاريس في عام 2019، وانتقلت للعمل لمصلحة الرئيس، تم تعينك في منصب رفيع في وزارة الداخلية، عملت أيضا أيباك ومنظمات يهودية أخرى. ما مدى صعوبة هذا القرار بالنسبة لي أن تنفصلي عن الإدارة وتقولين لهم أنا لا أريد أن أعمل معكم؟ طبعا كان الأمر مليئا بالتحديات في البداية. في أكتوبر كنت أدرك أنه لن أكون على اتفاق، كان واضحا بالنسبة لي أنني كنت أختلف مع سياسة الرئيس، وكان هناك الكثير أيضا من الغضب والرفض داخل الإدارة. هناك الكثيرون الذين يفكرون بنفس الطريقة التي يفكر بها. استطعت أو حاولت أن أعمل ما أستطيع، وكما أشرت عملت بجد للحصول على هذه الفرصة، وكبرت أيضا بالتمتع بالكثير من المزايا، وذهبت إلى الجامعة وغير ذلك. ولكن في النهاية أصبح واضحا جدا بالنسبة لي بأن الناس مثلي لا تسخي إليهم الإدارة الأمريكية أو القيادة العليا، وبالتالي ما كان لي أن إلى تمثيل هذه الإدارة، لأن قتل 10,000 من الأبرياء أمر لا أقبله، وهذا يجعل مجتمعي غير آمن. ما تقوم به إسرائيل والدعم الذي يقدمه الرئيس، هذا يجعل الإسرائيليين واليهود الأمريكيين أقل أمنا. هل يؤدي ذلك زيادة معاداة السامية؟ أعتقد ذلك. تحدثت مع أهلك ومع أسرتك، وأنت من أوائل الذين التحقوا بالجامعة وتخرجوا وحققوا إنجازات. حدثينا قليلا عن قصة أسرتك، هم مهاجرون جاءوا إلى هذه البلاد، حدثينا عنهم وعن الظروف لنظهر لغيرك بأنت من الناجين وعلى الأقل أسرتك. كما قلت أنا طبعا كبرت وتمتعت بالكثير من المزايا، لكن جدي وجدتي جاءوا هربا من المعاداة السامية، ثم جاءوا إلى الولايات المتحدة، غيروا أسماءهم، وكانوا طبعا مرهقين، كانوا مزارعين، عملوا في قطاع البيع، جدي كان يعمل في مجال المبيعات. وبعد
عدة أجيال حصلت على فرصة الالتحاق بالجامعة وعملت في إدارة رئيس بايدن وتم تعييني من قبل البيت الأبيض، وهذا أثبت بأن ما كنت أقوم به كان عبارة عن تجسيد للحلم الأمريكي إلى حد ما. ولكن ما تعلمته أيضا كوني يهودية هو أن الناس لا يساندون بالضرورة عندما يتعرض أهلنا لبعض الأحداث، ولكن نحن طبعا نواجه المخاطر، ولكنك دعمت الفلسطين. نعم، ومن خلال قيام بذلك أنا أوجه رسالة إلى أهلي أيضا، لأن كما قلنا مستقبلا جميعا مترابط، إذا لم يكن غيرنا يعيش بأمان فأننا كذلك نعيش بأمان. ما شعور مجتمعك بشأن ما أقدمت عليه، أي الاستقالة من منصبك باعتبارك معينة سياسيا من قبل الرئيس بايدن، ما هو شعورهم إزاء ذلك؟ لا أعتقد أن الجميع يتفهم قراري، وأعتقد أن البعض للأسف يرون ذلك باعتباره تبني موقف مناهض للشعب اليهودي. ولكن كما قلت مرارا، بالنسبة لي ليس هناك دعم للفلسطين أو دعم إسرائيليين، وإنما دعم للجميع، وأشجع أهلي وأفراد مجتمعي أن ينظروا لما يحدث ويرون بأن هذا ربما هو خطأ، لأن هذه القيم التي تعلمناها وحيث أننا كنا صنعنا على وجه الرب، ولا يجب أن يحدث هذا. أعتقد أن عدد الأشخاص أو نسبة اليهود الذين يدعمون موقفك قلائل، ما ردك على ذلك؟ طبعا هناك بعض استطاعات الرأي التي صدرت الأسبوع الماضي التي أشارت أن أكثر من نصف اليهود الأمريكي يدعمون موقف رئيس بايدن بتعليق شحنات الأسلحة الإسرائيلية إذا هاجمت رفح. هذا يظهر بأن هناك بين مجتمع من يرون أن ما يحدث للفلسطينيين هي كارثة، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تولي الأولوية للرهائن، وأنا متفائلة جدا بهذا الشأن. لكن الكثير من اليهود يشعرون بحساسية عندما يرون يهود يتظاهرون، وإذا ما قمت به أيضا، ما هو ردك عليهم؟ مرة أخرى، أمننا وحرية الفلسطينيين ليس متناقضين، نعمل من أجل مستقبل مزدهر لإسرائيليين والفلسطينيين، لذلك يجب أن يكون هناك مساواة وعدالة ونهاية للوضع القائم، لأن العنف يجلب العنف. أيضا سؤالي الأخير، لأن الوقت يداهمنا، عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، هل تعتقد أن ذلك سيحل المشكلة؟ أعتقد أن هذه الخطوة الأولى في مشوار طويل، ولكن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على الحرية والمساواة. ليدي جرينباكول المعينة سياسيا من قبل الرئيس بايدن سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الحصرية، شكرا لك على رؤاك، وأتمنى لك التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى نهاية هذا اللقاء الحصري مع المسؤولة اليهودية السابقة في إدارة الرئيس بايدن ليلي جرينبرغ كول. نشكر لكم كرم المتابعة ونعود بكم إلى استديوهاتنا في الرياض الآن.